في آخر اجتماع أسبوعي له اليوم الثلاثاء بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، تدرس المجلس قصد المصادقة مشروع قانون المالية لسنة المالية 2017 وكذا النصوص المصاحبة لها. بعد ذلك تدرس المجلس قصد المصادقة مشروع قانون ثان يقضي بتغيير القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري. واختتم المجلس أشغاله بدراسة الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر الموقع بسيول في 28 مارس 2016.